مرحبا بكل متابعين قناة كوك تيفي على اليوتيوب. دائما ما يلح الجمهور على بيسان عضوة فريق فافا نابولي بفتح قناة خاصة بها مثل قناة ماريانا وطبنجا على يوتيوب، فبآخر ستوري على انستغرام صرحت أنها تفكر بفتح قناة خاصة بها وتنتظر الوقت المناسب لفتحها. ما رأيكم؟ كان نسبة حماسكم لقناة بيسان الجديدة؟ أما ريدر فعم بيحضر لمفاجآت عديدة، من بينها ألبوم كامل لأغانيه وكمان أغنية المليون، حيث صرح أنها رح تكون أقوى أغنية من أغانيه وأن المتابعين رح ينصدمون منها. أما محمود بيطار فتواجد مبارحة بالسويد وتحديدا ببيت عائلة عمارة، فشارك هالستوريهات. طبعا كل ما أجي على السويد لازم أجي على بيت أهلي التاني، بس طولت بالجاي هالمرة، فحزروا وين أنا؟ عند فاميلي هاوس مارين هاوس. نورت بيت بيوت كلهم هنا. شكرا لكم على الاستضافه الحلوه جد. احلى محمود بيتك يا رب، الله يخليكم. بدك تعيدها؟ فكلهم هون، كل ما اجي بحس حالي بين اهلي واخواتي والكل. شكرا يا مشيرب، شكرا لك. بستوري على انستغرام حطت حنين النقاط على الاحرف بخصوص الخلاف الاخير اللي صار بينهم وبين فريق نورمار وتشكيلهم لفريق جديد، حيث بين انه الخلاف انتهى نهائيا وكل شخص اخذ طريقه الخاص. اهلا يا جماعه، حاب احكي موضوع كتير كتير بسيط. مبدئيا نحن كفريق جديد وناس جديده ووجوه جديده عم نشتغل مع بعض، حابه انه اي حدا عم يبعث لي عن اي شيء كان بالماضي بالنسبه لي او لاي حدا معي كله صح بالنسبة لنا. نحنا بلشنا من جديد وما إلنا دخل بالماضي، الماضي بضل ورا بالماضي، ومنتقدم لقدام، ما عنا مشاكل مع أي حدا، مع أي شخص حرفيا مشتغل على اليوتيوب. كلهم الله يوفقهم، كلهم عالم. أما نور ستارز فعم بتحضر لعمل جديد، حيث كانت متواجدة مبارحة باستوديو التسجيل وشاركت كواليس التسجيل مع المتابعين وكتبت فضيحة خلف الكواليس. فما صرحت نور ستارز شو رح يكون العمل تحديدا، هل هو أغنية أو شي تاني؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات، وكان نسبة حماسكم لمفاجآت كل اليوتيوبرز على يوتيوب. جايز لما بسجل وبخربت، اسمعوا شو بعمل. خلق لك الضحكة، فضيحة. مسجل هون بشاد استوديو مع خالد، وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.